فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى صحيح، إلى صحيح البخاري، إلى صحيح البخاري باب الركوب والإرداف. باب الركوب والإرداف في الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة، قال حدثنا وهب بن جرير وهو من الثقات الأثبات أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال حدثني أبي جرير بن عبد الحميد الضبي عن يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأثبات عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. طبعا كان من فضائل عبيد الله أن الزهري قال: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله، كان محدثا فقيها. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس من عبد الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني معنى ذلك أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لم تتوقف حتى رمى الجمرة الكبرى اللي يوم العيد، يعني تعلمون أنه بعرفة يقف إلى غروب الشمس، غروب الشمس يدفع إلى مزدلفة يبيت بها، ثم يذكر الله عند المشعر الحرام: اللهم ارزقنا الرمي، ثم يدفع إلى منى فيرمي. عند الرمي فإنه هنا يعني يوقف أو يقف، يعني التلبية تقف عند الرمي، وكان يسمي مع كل حصاد. وهذا الحديث في باب الركوب والارتداف في الحج، وهذه باب الركوب ألمح بشوف ترجمة البخاري تعلم أنت، والله الحمد مطابق، لأنه قال كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم. باب الركوب ألمح إلى أن الركوب في الحج أفضل من المشي، الركوب في الحج أفضل من، وهذا عليه جمهور أهل العلم، ولأن حال النبي ميزان يبين لك الأفضل عند الاختلاف. حال النبي ميزان يبين لك الأفضل عند الاختلاف. ليش؟ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختاره الله له، لذلك بعض العلماء قال القران أفضل من التمتع، القران أفضل من التمتع في أنساك الحج. لما؟ قالوا لأن الله اختار لنبيه القران، لكن الحق أن نقول اختار النبي القران ليبين الفضل، وبقوله وحيا من الله تعالى بين الأفضل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت على مسخت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. نعم، ولذلك حفصة لما قالت: ما بال الناس قد تحللوا ولم تفعل، لم تتحلل، قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. وفي الحديث هنا أنه يعني كما قلت الحج ركوبا أفضل، وفيه أيضا إرداف العالم من يخدمه، ففيها مسألتان. المسألة الأولى مسألة حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق بالتواضع، وأعلى وأرقى درجات حسن الخلق التواضع. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يقبل الإرداف، أنه يردف أحد خلفه. وكما قلت لابد أن تتصوروا في مسائل الإرداف سنام الجمل هكذا متعرج، فيكون الذي في الخلف لا يمس الذي في الأمام، الذي في الخلف لا يمس الذي في الأمام. أنا كنت في ماليزيا، كان الدراجات النارية عندهم هكذا تأخذ منحنى، هذا المنحنى أن ما فوق يجلس الذي هو في الوراء وفي الخلف يكون فوق الذي يعني في الأمام، يكون يعني في النازل، فلا تحدث مماس، لا تحدث المماس، كل ذلك متصور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس أردفه من مزدلفة إلى منى عندما جاءته المرأة الخصعمية، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاذ بن جبل، وأردف ابن عباس، وهذا كله من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأردف ابنا لسعد بن عبادة على حمار، أردف ابنا لسعد بن عبادة، وركوب الحمار في حد ذاته فيه قمة التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين.
المسألة الثالثة هو أنه قد يأتي يعني يردف من يخدمه، لأن أسامة نزل وأخذ الماء وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ وتوضأ وقال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني ما زلنا سنمشي إلى المزدلفة. وفي الحديث مسألة فقهية مهمة بأن التلبية لا تنقطع إلا مع أول حصات يرميها المكلف، التلبية لا تنقطع إلا مع أول حصات يرميها المكلف، وهذه قال بها جمهور أهل العلم. أما مالك فاختلف ذلك وقال أن التلبية تقطع في عرفة لأن الحج عرفة والموقف. والحق أنه بعض من اعتذر الإمام مالك قال بأن الإمام مالك لم يبلغ الحديث، وصحيح أنه أبلغه الحديث، أردف عن خلاه خلفه يا سمراء، يعني هنا قالوا لم يبلغ مالكا الحديث، والصحيح أن الحديث بلغ مالك، لكن مالك ماذا قال؟ قال عملوا أهل المدينة على غير ذلك. وطبعا هذه أيضا مما يضعف مذهب المالكية، هذه أيضا من مما يضعف المذهب المالكية، لأن المذهب المالكية يعني أنهم يقولون إذا خالف عمل أهل المدينة الحديث يؤخذ بعمل أهل المدينة، يعني كانه جعله إجماعا ولا يصح مخالفة الإجماع، وهذا خطأ مبين. الحديث قد ثبت وأن النبي لم يقطع التلبية إلا مع رمي أول حصات. كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة إلى منى أنه كان يلبي، كان يلبي بأبي هو أمي، كان يلبي ولم يقطع التلبية إلا مع أول حصات يرميها في جمرة العقبة. ولأننا نعلم بأن عمل المكلف الحاج في يوم النحر ثلاثة، رن حط أو أربعة، رن حط راء رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، رن حط. الله يجعل 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 العكس صريحا عندك. فأكون هذه المسألة الأخيرة هو الرمي لا، التلبية لا تنقطع إلا عند رمي أول حصات. ومالك قال عمل أهل المدينة. شوف الوليد الباجي هذا والله من أحرف من نور، لتعلم أن علماءنا علماء السنة إنهم لا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، لأن الوليد الباجي في المنطقة قال أكثر ما رأيته عمل الناس قطع بعرفة، وما تضمنه الحديث أظهر عندي وأقوى في النظر، فقدم الحديث على ما قاله إمامه وإمام مذهبه وأيضا ما قدمه على عمل أهل المدينة. فالصحيح السنة لا يعدلها شيء، السنة لا يعدلها شيء. نعم، حسن الخلق أعظم تأثيرا في الناس من المال والجاه، حسن الخلق أعظم تأثيرا في الناس، ومن أعظمه التواضع. نعم، ويظهر ويتجلى لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الإرداف. فعل النبي تشريع، السنة لا يعدلها شيء، ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نذهب إلى سنة داود أم نترك لكم وقتا للأسئلة؟ نريد نختم باب في قتل الأسير. نعم، طيب نترك دقيقتين للأسئلة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفي النقية، وتلك عقيدة السلفي النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.